السلام عليكم واتمنى لكم بخير وعلى خير and welcome back everyone to my channel English with Yusuf. درسوا إن شاء الله سيكون special وسيكون حول reading. فبالنسبة للأشخاص التي تشاهد أول مرة هذه القناة، فقد أصبحت تقريبا كل أسبوع أقوم باختيار جملة بشكل عشوائي وأقوم بقراءتها بشكل مفصل، بحيث أقوم بشرح معنى كل كلمة مع الطريقة الصحيحة لنطقها. فدرس اليوم سيكون سهل جدا، ولكن سيساعدكم بشكل هائل على تحسين مستواكم في النطق وتعلم معاني كلمات جدد. لذلك فمن الضروري مشاهدة هذا الدرس حتى النهاية. Okay everyone, let's start. هذه هي الجملة التي لدينا. أولا سوف أقوم بقراءتها، وبعدها سأقوم بشرح طريقة نطق كل كلمة بطريقة صحيحة مع معناها. Joe Rogan is a perfect example of a leader who holds himself accountable. Rogan has found success in stand-up comedy, acting, and his own podcast. In my view, the key to his success is his ability to process issues and accept responsibility. الآن سوف نبدأ بأول جملة وهي Joe Rogan is a perfect example of a leader who holds himself accountable. فلدينا أولا Joe Rogan. فبالنسبة للأشخاص التي لا تعرف اسم هذا الشخص، فهذا الشخص هو مشهور جدا ويعد أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم. ثم لدينا بعدها Joe Rogan is a perfect example. فلدينا is ثم بعدها الفاول A، فهنا عود القول Joe Rogan is a perfect example. سنقوم باستعمال ما يسمى باللينكين، وسنقوم بربط كلتا الكلمتين. فعود القول is a perfect، سأقوم بربط كلتا الكلمتين، فهنا لدينا is تنتهي بconsonant وهو S وفاول A، فعود القول is a perfect، سأقول is a. فلينكين قد قمت بالتكلم عنه في أحد الدروس السابقة، والذي يستعمل من طرف native speakers أو الأشخاص التي لغتهم الأصلية هي اللغة الإنجليزية، فيقومون بربط الكلمات من أجل التكلم بطريقة سلسة وبسرعة. Joe Rogan is a perfect. كلمة perfect تعني كامل، تعني شيء مثلا شخص perfect، يعني شخص مثلا مثالي لا يرتكب كثير من الأخطاء، شخص متزن، شخص يتحمل مسؤولية. فكلمة perfect تعني مثالي أو كامل. Example، فلدينا example ليس example ولكن example معنى مثال example. ثم لدينا بعدها of كثير من الأشخاص لا تعرف كيفية نطق هذه preposition، فلا نقول of، فof تصبح of example of. فنفس الشيء لدينا of مع I الفاول I، فعود القول example of a leader، سأقول is a perfect example of a سأقوم بربط كل الكلمتين باستعمال أيضا اللينكين والقول of a وليس of a. فاللينكين هو سهل الاستعمال، ليس صعب تعلم، فقط يتطلب بعض البراكتس وبعدها يمكنكم استعماله بسهولة وبدون أي مشاكل. فجو روغان is a perfect example of a leader. leader كلمة leader تعني قائد. leader who holds himself فلدينا لا نقول who ولكن who، فلدينا W هو حرف silent ولا ينطق، فقد كنت أيضا قد تكلمت عن الحروف الصامتة في أحد الدروس السابقة. نقول who holds. فكلمة أو فعل hold يعني أمسك أو تحمل. who holds accountable. فهنا نقول accountable okay وليس accountable. ففي American accent هذه نصيحة، ربما هذه هي المرة الأولى التي سأقوم بشرحها، ولكن في الغالب إذا جاءت T بعد N لا نقوم بنطق T، تي تذهب لا تنطق. سأقوم إن شاء الله بشرح هذه الأمور في دروس مقبلة، وسأتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل. فدائما تقريبا إذا جاءت تي بعد أن لا نقوم بنطق التي. لماذا؟ من أجل تسهيل عملية النطق. فعود القول accountable، أقول accountable. ففقط التنبيه، كلمة إذا قلت accountable فطريقة نطقي صحيحة، ولكن إذا أردت
فعلا تحسين مستواك في النطق والتكلم مثل Americans، فيمكنك القول accountable. هي سهلة في النطق وليست صعبة. accountable، فمعنى كلمة accountable بمعنى محاسب أو مسؤول. فسأقوم بشرح معنى هذه الجملة وبعدها سوف يتضح معناها. فلدينا Joe Rogan is a perfect example of a leader who holds himself accountable. فمعنى هذه الجملة هو أن هذا الشخص Joe Rogan هو يمثل أفضل مثال لقائد يتحمل المسؤولية والعواقب الناتجة عن أفعاله. فهنا نقول holds himself accountable بمعنى يحمل نفسه المسؤولية. ف himself يعني نفسه كما قلت فيما قبل. الآن سوف ننتقل إلى الجملة الثانية. لدينا Rogan has found success. Rogan has found. فهنا لدينا present perfect. فلدينا found. Found الفعل الأصلي هو find. To find. معنى كلمة find باللغة العربية وجد. فRogan has found بمعنى هذا الشخص وجد success. فمعنى كلمة success هو النجاح. نقول success. Success. C تنطق على الشكل K. In stand-up comedy. In stand-up comedy. فبمعنى أن روغان نجح في مجال stand-up comedy. بمعنى في مجال الفكاهة. Comedy بمعنى الفكاهة. Comedy. ثم acting. Acting هو التمثيل. فلدينا مثلا actor. Actor هو ممثل. ثم لدينا بعدها an. ففي مسألة an، ففي American accent لا نقول and، نقول an. فالدي لا تنطق، نقول an. An. An his own. An his own. فدائما نقول own وليس own. 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 سأقوم بشرح معنى كلمة own. ثم لدينا بعدها podcast. Podcast. معنى هذه العبارة هو his own podcast بمعنى برنامجه. فعندما نستعمل هذه الكلمة نقول own بمعنى ملكي، مثلا my own car، my own house. أي شيء تملكه يمكنك القول my own ثم تضيف الشيء الذي تملك. فهنا معنى هذه الجملة لدينا Rogan has found success in stand-up comedy, acting and his own podcast. معنى هذه الجملة هو أن روغان نجح في عدة مجالات وعلى رأسها الفكاهة وفي التمثيل أيضا وأيضا في برنامجه. فهذا الشخص بكل صراحة لديه أنجح برنامج في العالم. فسأترك لكم الرابط أسفل الفيديو. الآن ننتقل إلى الجملة الثانية. لدينا in my view. In my view. In my view بمعنى من وجهة نظري. In my view من وجهة نظري. فكلمة view تعني وجهة نظر أو رؤية. In my view. The key. The key. فتي إيش إن شاء الله سأقوم بشرح كيفية نطقها في الدرس المقبل، لأن هناك نوعان من تي إيش. فسأقوم بشرح هذا الأمر بشكل مفصل. The key. The key. فكلمة key تعني مفتاح. المفتاح. The key to his. To his. The key to his. Success. كلمة success لدينا أيضا هنا. The key to his success بمعنى مفتاح نجاحه. Is his. هو. Is his ability. ثم لدينا كلمة ability. فمعنى كلمة ability هي القدرة أو الاستطاعة. Ability. فنقول ability. فهنا لاحظوا أن تي قمت بنطقها على شكل دي. هذا ما يسمى في اللغة الإنجليزية بالفلاب تي. فعندما تي تأتي بين two vowels نقوم بنطقها على شكل دي. فبالنسبة لهذه النقطة فهي تخص American accent، لأن في اللغة الإنجليزية لدينا British accent و American accent. فبالنسبة لي American accent إذا جاءت تي بين two vowels sounds نقوم بنطقها على شكل دي. فهو القول ability، أقول ability. فهذه بالنسبة لي American accent، ولكن يمكنكم أيضا القول ability على شكل British accent بدون أي مشاكل. فبوت أو كلتا الكلمتين أو النطقين هم صحيحين. ثم لدينا بعدها to process. To process. فمعنى فعل to process هو عالج أو تعامل. Process. Process. Process.
issues. معنى كلمة issues فعل، لدينا هنا الجمع issues والمفرد هو issue. issue معنى مشكلة أو عائق. issues issues أن نفس الشيء الدالات، دعنا نقول أن معنى و باللغة العربية أن accept accept. فمعنى فعل accept معنى قبل accept. فهنا سي تنطق على الشكل كاي. إن شاء الله ربما في درس مقبل سأقوم بشرح الوقت الذي نقوم فيه بنطق سي على الشكل كاي. نقول accept. لدينا بعدها responsibility responsibility. فمعنى كلمة responsibility هي المسؤولية، نقول responsibility responsibility. فهنا نفس الشيء، تلاحظون أنني قلت the responsibility فقمت بنطق تي على شكل دي. أنا أتكلم American accent، ولكن كما قلت يمكنكم القول responsibility ويكون النطق صحيح وبدون أي مشاكل. فنصيحتي لكم بكل صراحة، لا تهتموا بمسألة النطق بشكل كبير، فأهم شيء والغاية بالنسبة لي شخصيا للقيام بهذا النوع من الدروس هو شرح معنى كلمات وكيفية نطقها، بحيث تساعدكم على تعلم كلمات جدد، لأنه أهم مرحلة أو أهم شيء في تعلم اللغة الإنجليزية هو حفظ معنى كلمات وتعلم vocabulary، لأنه من خلال فهم الكلمات يمكنكم التكلم، على الرغم أنكم سوف ترتكبون أخطاء، ولكن هذا الأمر ليس مهم، المهم هو أن تتكلم وأن تفهم عند مشاهدة أفلام أو عند الاستماع، أن تصبح لديك قدرة على الفهم. والفهم يأتي من حفظ الكلمات، لذلك أقوم بشرح معنى كل كلمة مع الطريقة الصحيحة لنطقها. هنا سأقول In my view, the key to his success is his ability to process issues and accept responsibility. فمعنى هذه الجملة هو من وجهة نظري مفتاح أو سر نجاحه هو قدرته على معالجة أو التعامل مع المشاكل وتحمل المسؤولية. فالآن سوف أقوم بقراءة هذه الجملة منذ البداية حتى النهاية، وبعدها سأقوم بشرح معناها بشكل عام. Joe Rogan is a perfect example of a leader who holds himself accountable. Rogan has found success in stand-up comedy, acting, and his own podcast. In my view, the key to his success is his ability to process issues and accept responsibility. فمعنى هذه الجملة بشكل عام هو أن جو هو مثال لقائد يحتذى به، بحيث هو دائما يتحمل مسؤولية أفعاله، ولهذا السبب هو قد أصبح ناجحا بشكل كبير في عدة مجالات، ومنها التمثيل والفكاهة وفي برنامجه أيضا. ومن وجهة نظري فأحد أسرار نجاحه هي قدرته على التعامل ومعالجة المشاكل وتحمل المسؤولية. فأحسن نصيحة يمكنني مشاركتها معكم هي كتابة معاني كل هذه الكلمات في ورقة وحفظ معانيها، وبعدها استعمال كل كلمة في جملة. فهذه الطريقة تعد أفضل طريقة وأكثر فعالية لحفظ معاني كلمات وعدم نسيانها. كان هذا هو درس اليوم، أتمنى أنه كان مفيد ومفهوم. كالعادة إذا أعجبكم بليز لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك مع تفعيل الجرس من أجل أن تصلكم جميع الدروس المقبلة، خاصة الدرس المقبل يوم السبت إن شاء الله، بحيث سوف أتكلم عن TH. فأغلبية الأشخاص تواجه مشاكل في كيفية نطق هذا الكونسوننت، فسأقوم بشرح مجموعة من التفاصيل التي سوف ترون للمرة الأولى، فلا بد من مشاهدة هذا الدرس وعدم تفويته. إذا كانت لديكم أسئلة أو آراء يمكنكم مشاركتها معي في التعليق، وأيضا في حالة لم تشاهدوا الدرس السابق حول الفانيش تي فأنصحكم بشدة بمشاهدة هذا الدرس، بحيث سيساعدكم على تعلم أشياء للمرة الأولى. So thanks for watching this video and have a nice day.